السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، زي ما عدناكم في درس آخر من دروس التربية الإسلامية، ودرسنا اليوم عن الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أقبل أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، ثم رجع إلى قبيلته وحدثهم عن الإسلام وما فيه من مكارم الأخلاق. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء أبو ذر بقبيلة غفار وقبيلة أسلم إليه، وقد هداهما الله عز وجل إلى الإسلام. وقد أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله أبو ذر، فقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر، صدق في وعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان، وجد أبو ذر الغفاري كثيرا من الناس يملكون الضياع للحدائق يعني والقصور والأموال، فأخذ ينادي في الناس يطلب منهم أن يتركوا كل ما بأيديهم وألا يدخروا أكثر من حاجة يومهم، ويحذرهم من ادخار المال. ويستدل بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة، يبقى بيحذرهم اهو، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هنا شبأ تنتشر دعوة أبي ذر في بلاد الشام، ويشعر معاوية بالخطر، وكان في ذلك الوقت وليا على الشام، ويكتب الخليفة عثمان بن عفان الذي يستدعي أبا ذر ويطلب منه أن يبقى معه في المدينة، ولكن أبا ذر لم يرضى بذلك، وطلب منه أن يأذن له أن يخرج إلى الربذة ويقيم فيها، وقد أذن له وقام بالربذة حتى مات هناك. وقد طلب منه بعض الناس أن يرفع راية العصيان ضد عثمان بن عفان، لكنه رفض، لأنه لا يريد أن يعرض البلاد الإسلامية إلى الفتن والحروب. وعندما فاضت روحه بالربذة، كانت قافلة تمر بالربذة وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، فلما علم أنه أبو ذر قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وأخذ عبد الله بن مسعود يقص عليهم قصة هذا الحديث، فقال: في غزوة تبوك كان أبو ذر في جيش المسلمين، وبعيره قد ضعف تحت وطأة الحر. احنا طبعا المسافة كانت مدة شهر، البعير بتاعه تعب وضعف من الحر والجوع ولم يستطع السير، فحمل متاعه على ظهره ومضى ماشيا على قدميه وحيدا في الصحراء حتى بلغ جيش المسلمين. وبعد 20 عاما على هذا اليوم مات أبو ذر وحيدا في الربذة، وسوف يبعث وحده. رحم الله أبا ذر، لقد بعث في التاريخ وحيدا في عظمة زهده وعظيم جهاده في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. وبكده يا شباب نكون انتهينا من هذه الشخصية العظيمة ومن درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.